استعدادا لمولد سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، تنظم جمعية المولد النبوي الشريف بالقيروان يوما ترويجيا بشارع لحبيب بورقيبة تونس العاصمة. شاشة عملاقة تعرض الموروث القيرواني السياحي الثقافي وأجواء المولد النبوي الشريف، فرق فولكلورية وعرض للأزياء التقليدية، توزيع بعض المنتوجات القيروانية، وذلك يوم السبت 18 نوفمبر 2017 بداية من 10 صباحا إلى حدود 5 مساء، فكونوا في الموعد. Thank you.